يعني في هذه الجلسه كان هناك مشهد لافت ايضا، وهو مشهد لمندوب فلسطين، مندوب اسرائيل، وهو يمزق ميثاق الامم المتحده في هذه الجلسه. برايك ما الذي اراد ان يقوله من خلال هذه الممارسه؟ يعني هو يضرب بالمجتمع الدولي عرض الحائط ويقول لهم افعلوا ما بدا لكم، ولكن اسرائيل وبالحمايه الامريكيه لن يستطيع احد ان يمسها، وهذا قولا واحدا عندما يهين ميثاق الامم المتحده بهذه الطريقه. دي دلاله قاطعه على ان اسرائيل هي دوله مارقه، لا تحترم القوانين الدوليه، لا تحترم القانون الدولي الانساني، لا تحترم الدول التي هي اعضاء في الجمعيه العامه للأمم المتحدة. وهذا الصلف الإسرائيلي الواضح إن دل على شيء يدل على أن هذه الدولة لا 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 ليس لديها رغبة في الانسجام مع المجتمع الدولي بشكل يتناسب مع احترامها للقوانين الدولية واحترامها للمؤسسات الدولية. جلعاد إردان عندما يقوم بهذا الشكل وهو يحمل معه قبل حتى الدخول، يعني هذه النقطة يعني غريبة جدا يا أستاذة بسنت، عندما يحمل معه هذه الخراطة، خراطة الأوراق، يعني ده دليل قاطع على أنه نعم. كان مستعد لمثل هذا القرار، وكان يعلم أن هناك يعني هذا القرار سيصدر، وكان مستعد وكان لديه النية الواضحة لتمزيق ويعني إتلاف ميثاق الأمم المتحدة، كدليل قاطع على أنه يريد إهانة المجتمع الدولي من خلال دولة الاحتلال الإسرائيلي. ولكن بهذا التصويت هل هناك ربما رسائل يمكن أن تبعث للولايات المتحدة الأمريكية بما أنها كانت أغلبية ساحقة؟ طبعا، يعني احنا بنتحدث عن 143 دولة، ده رقم بالزبط. كبير جدا بالزبط. احنا بنتحدث عن قرابة 3/4 الأعضاء العاملين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة أن قبل هذا القرار كان في قرارين متزامنين يدل على تنامي دعم الدول بشكل عام للقضية الفلسطينية. كان في تصويت على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة وإنفاذ الهدنة الإنسانية، وقد يعني وافقت على هذا التصويت 123 دولة في المرة الأولى، وبعدها بأيام قليلة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتصوت مرة أخرى على ضرورة وقف إطلاق النار وضرورة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية بموافقة 153 دولة، والآن يوافق المجتمع الدولي بقرابة 143 دولة، وهناك دول يعني رفضت هذا القرار وهي الأرجنتين والتشيك والمجر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى من أصل 9 دول، وده دليل قاطع على تقلص الدعم الدولي بشكل واضح لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية الآن في مأزق حقيقي، أصبحت هي وإسرائيل في خندق واحد أمام المجتمع الدولي وأمام القوى الدولية، حتى الدول الأوروبية. هذا التصويت المرعب الكبير الذي يدل على تغير المواقف الأوروبية بشكل كبير تجاه دعم القضية الفلسطينية، بلجيكا، أسبانيا، وده اللي شاهدناه، يعني عندما كان رئيس وزراء أسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا كان في هذا التوقيت رئيس الوزراء الأسباني هو الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والتقى بالقيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكيف خرج هذا المؤتمر بشكل قوي، وأكدت أسبانيا في هذا المؤتمر على أنه إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين ستقوم أسبانيا بنفسها ولوحدها بالاعتراف، وأيضا ما أكد عليه رئيس وزراء بلجيكا وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، وقال بالحرف الواحد أنه سيتم الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة أيضا، يعني وبالتالي أرى أن هذا الحراك وهذا الحراك الدبلوماسي الكبير ده دليل قاطع على تغير المواقف الأوروبية في دعم القضية الفلسطينية.